Audio Jungle. عشان نتجنب التعب والإرهاق والصداع والعطش في نهار رمضان، لازم نبتعد في السحور عن الجبنة المطبوخة والجبنة المملحة والأملاح بشكل عام، ونبتعد عن السكريات البسيطة أو السكر الأبيض تحديدا الموجود في المربى، موجود في الحلاوة وفي الحلويات الأخرى، ونحاول ناخد في سحورنا النشويات المعقدة والبروتينات والزيوت الغير مشبعة، ونبتعد عن السكر الأبيض.